مباشرة الشيوات لالا مولاتي عند المستمعة مليكة من تيزنيت، وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. الو مليكة، صباح الخير. صباح النور سناء، لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يطول لي عمرك. تحياتي كبيره لك بزاف، وتحياتي لطاقم ميد راديو والمستمعين كاملين، وتحيه خاصه لجميع المستمعات الوافيات اللي متبعينك دائما في اللايف. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف مليكه من تيزنيت، مشكوره جدا على المجهودات وعلى هذه الاقتراحات اللي غادي توجدي لنا اليوم ان شاء الله، لانه اقتراحات زوينين بزاف. اي ان شاء الله. يلا توكلوا على الله ان شاء الله. باش غنبداو؟ غنبداو بالغريبه ديال الكركاه. اييه جربوها بزاف الاخوات صراحه، وصيفطوا لي التطبيقات ديالهم. ان نص كيلو ديال الكركاه كندخلو للفران سخون مزيان وطافي واحد شويه، وكنحكوه بين يدينا باش كيتنقى لينا من داك القشور، لحقاش كيعطيو شويه المروره للغريبه. ان 125 غرام ديال سنيده رقيقه، قبيسه ديال الملح، قبيسه ديال المسكه حره، نص معلقه صغيره ديال القرفه، ان جوج معالق ديال الفورس، ان واحد معلقه كبيره ديال الجليكوز، واحد الخماره، وجوج بيضات على حساب الخليط، وعندنا سكر كلاصي سبيسيال بالنسبه للتفنيد. ايه بالنسبه للطريقه، نحنو الكركاع ديالنا مهرمش رقيق، يعني ما كنيلوش، يعني ما يكونش مطحون بزاف وما يكونش عاوتاني غليظ بزاف. ايه كنخلطو معاه هذيك سنيده، قبيسات الملح، قبسه ديال المسكه حره، القرفه والفرس والجليكوز، كنخلطو المكونات مع بعضياتهم، عاد كنضيف داك البيض يكون مطرب يعني شويه بشويه، الى تجمعات لينا العجينه صافي، ولا ما تجمعات كناخذ عاوتاني واحد البيضه كنضربها وكنضيف شويه بشويه يعني غير بالمعلقه. ايه واخا، حتى تجمع لينا الخليط، وفي الاخير كنضيف الخماره وكنغطي الخليط ديالي واحد شويه. من بعد كنشكلهم كويرات، وفي كل كره كندير بين 20 غرام حتى 24 غرام، كنفندهم في سكر كلاصي سبيسيال، وكنشطفهم في لاطه مفرشه بورق الطهي، وكنغرس فيهم نص كركاع من الفوق، وكندخلهم الفران سخون ونقصوا عليه، يعني حتى كتبان لينا راه تفقعات من الفوق، نطفيو عليها من الفوق، نشعلوا ليها يعني العافيه من تحت واحد 5 دقائق، صافي كنخرجوها بالصحه والراحه. اللي بغات تشوفها تدخل عندي القناه ديالي شهوات ملكه تيزنيت، مكتوبه بالفرنسيه. اييه راك نزلتيها في اللايف ياك؟ هاد الشيء دابا ياك. اييه واخا. ونيت كنا كنتكلموا البارح، واحد المستمعه تواصلت معايا في الليل على اساس انه هي الغريبه، هي تبارك الله صايبتها وجاتها مزيانه. الغريبه يعني غريبه، يمكن مع الكنيس، يمكن واش بالكركاع كنظن، غير هو المشكل هو انه شكات في السكر كلاصي، لانه يعني ملي يعني نيت صيفط لها نيت الصوره ديالك اللي غادي تعطينا اليوم، فاش قلت لها تبعي يعني الغريبه اللي غتعطي مليكه، يعني تبارك الله كاين اختلاف واحد في الصوره، يعني في الشكل كيبانوا بحال، غير هو الاختلاف الوحيد اللي كاين هو انه بالنسبه للغريبه ديالها هذاك السكر كلاصي جا مشتت، يعني ما جاش قابط راسو واقف، وكتحسي بانه نيت سكر كلاصي، فما عرفاتش واش ما كثرتش من السكر كلاصي، يعني فاش دارتو فوق الكويره ديال الغريبه، ولا السكر كلاصي اللي ربما ماشي من النوع الجيد مثلا. لا السكر كلاصي اللي ماشي نوع نوعيه مزيانه، يعني كاين داك السكر كلاصي واخا تيبان لك سميتو راه زوين وداكشي، ولكن ملي كتخرجي الغريبه ديالك تيجي بحال الا ميدم، بحال الا فيه الماء. يعني السيده من الاحسن تمشي عند هذا اللي كيبيع لوازم ديال تشري نوعيه مزيانه الخاص بال سبيسيال سكر كلاصي خاص بالتفناد بالغريبات. اييه واخا، هذا هو المشكل، يعني هذا هو يمكن هو اللي واخا. على العموم انا دابا نصيفط لك الصوره ديالها غير باش يعني تزيدي تاكدي نيت منه. واخا غالبا تيكون سكر كلاصي. سكر كلاصي واخا، هو السكر كلاصي اللي ماشي سبيسيال، واخا هما كيقولوا لك راه سبيسيال للاسف. صراحه ملي كتبات الغريبه كتجي بحال الا فيها الماء بزاف، كتحس الماء. اييه فعلا. اما السكر كلاصي سبيسيال صراحه راه تيبقى في الغريبه، واخا تبات واخا تبقى ما كيطرى ليها والو، كتبقى في الشكل ديالها. واخا.